السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو حماسي جدا جدا كالعاده، فيديو اول مره هنعمله، واحنا كمان اول مره هنجرب التجربه دي معاكم. هنجرب النهارده تجربه النهارده هنجرب لاول مره الاكل البدوي. يس، انا متحمسه جدا يا جماعه، عشان ايه؟ كان نفسي يعني اعرف الاكل البدوي ده بيتعمل ازاي وكده. اول مره في حياتنا اصلا هنجربه يعني. ان شاء الله. انا حتى لما روحت شرم ودونا في القعده البدويه ما كانش فيها اكل بدوي، كان فيها رز بشعريه وفراخ عادي، كان فيها الاكل المصري العادي يعني. المهم هنروح بقى ننزل دلوقتي، احنا وصلنا خلاص قدام المطعم، هننزل دلوقتي او قدام القريه، هننزل دلوقتي نجرب بقى الاكل البدوي معاكم ونقول لكم راينا فيه ايه. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا المكان يا جماعه. ده المنيو، المكان فعلا الناس اللي شغالين فعلا فيه بدويين. بصوا بقى، بصوا القعده، بصوا القعده، بصوا القعده، بصوا لبنى. بس هي القعده حلوه كده في الارض، فاحنا قاعدين بقى وهنشوف بقى هناخد ايه وهنقول لكم. بصوا ده المنيو، عشان بس الناس اللي بتفضل تسالنا على الاسعار، ده المنيو اهو. بصوا بس هنقرر بقى هنجيب ايه وهنقول لكم. تقريبا الاكل البدوي هو رز ومكرونه. هو رز ومكرونه. امال ايه هو اصلا الاكل اللي هو لازم يبقى رز ومكرونه؟ يلا بينا. بصوا يا جماعه، ربع ساعه على طول جاي. بصوا يا جماعه، اول حاجه نزلت السلطه والعيش. الله 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 الله، العيش سخن، العيش سخن. بصوا طحينه، هي دي ايه؟ دي رهب سوري. رايب ايه؟ رايب سوري، حاجه حراقه. ودي ايه؟ دي ايه؟ دي جبنه قديمه. جبنه قديمه الله، بتاعتنا بقى، بس شكل البرتقال فيها زايد ومخلل وطحينه، ولسه بقى بيجيب حاجات تانية. وطحينه بابا غنوك، دي مسقعه، ومسقعه. الله كده بس ناقص. هاتي ظبط العيش ده بقى، ناقص العلقه. خلاص ماشي، شكرا. الناس يا جماعه، الناس هنا يا جماعه، زق قوي. خد يا لبنى العيش. انا كره ما قوي. لا اصبروا بس، احنا مش هندوق دلوقتي. اصبروا، مش هندوق دلوقتي. بصوا لبنى، بصوا لبنى، احنا مش هندوق دلوقتي، احنا هندوق لما الاكل يجي كعادتنا. يلا اتفضل. باقي الاكل جه يا جماعه. دي العليقه، دي علقه. الله، بصوا يا جماعه، الله الله، ريحتها حلوه. انا متحمسه قوي. دي ايه؟ التحميره. دي التحميره، دي اللي هي اللحمه يا جماعه. برضك لو حد دي تحميره يا جماعه، دي لحمه ببصل، متشوحه بصل وفلفل، صح؟ ده حد برضه. دي كبده وقلب. دي بقى المكرونه المبكبكه، المبكبكه بالنيفه، صح؟ مبكبكه بالنيفه. الله، هاتوا هنا، هاتوا هنا جنب. ده مندي، كان حاسس ان في رز حطه. هو بالرز لسه طالع دلوقتي من الفرن، باللحمه الثانيه، بس حاجه محترمه. نجيب لكم واحد لسه، انا بقى بعرضه. عايزه؟ لا لا، باميه. لا شوربه ايه؟ لسان عصفور. شوربه لسان عصفور. ودي المندي، ده ايه ده؟ المندي. ودي اسمها ايه؟ العليقه. علقه. ودي المحمره او تحميره. ومبكبكه. ايه دي؟ ملوخيه، ريحتها طالعه. الله، ريحتها طالعه اصلا. تسلم، تسلم ايدك. بصوا يا جماعه، دقوس بتاع بتاع المندي. الله، بصوا يا جماعه، الله يخليك، تسلم ايدك. بصوا، يلا يا جماعه ناكل بقى. بصوا، الله يا بنتي، يلا ناكل. بصوا ربنا مستعجله على الاكل، ايه هتموت. ريحه الاكل يا جماعه تحفه 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 تحفه. هندوق بقى معاكم ونشوف يا جماعه. هنبتدي بقى ان احنا ناكل وندوق بقى الاكل، هنشوف بقى ايه الاخبار. يا رب الصوت يكون وصلكم. يا رب يكون بقى الصوت وصل. يلا بقى ان شاء الله هنجيب مايك بقى ونعدل لكم في الاصوات شويه. ادينا بس ندوق الملوخيه. مش المفروض نبتدي بالملوخيه ولا ايه؟ عشان لسه انا جايب لك عيش السخنه من تحت. الله، جبتي احلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه الاكل ريحته تحفه بجد. دي ملوخيه ناشفه، صح؟ بسم الله. بصوا الملوخيه مش خضراء بس ريحتها جامده. الاكل البدوي حلو قوي. السور عليه ليمون. جامده. حلوه قوي. ندوق الشوربه. انا مستعجله قوي قوي قوي. الله. احنا كمان مش عايزين نطول عليكم الفيديو، ندوق كل حاجه ونقول لكم راينا ايه. لسه هندوق السلطات برضو بعد الشرب. السلطات برضو اهم حاجه في المكان، السلطات. بسم الله. بصوا معلقه مش هتخرج. انا عايزه اوريها لكم. بصوا بصوا باينه. هي بصوا لسان عصفور وفي كوسه. في كوسه. شوربه خضار بلسان العصفور. 1 2 3. الشوربه دي ايه؟
بصي هي تقريبا داني بس عجبتني. حلوه حلوه قوي. على مين بقى ده؟ جاي على عشا. لا مش هحط ليمون انا، خلاص كده دقتها. السلطات يلا بينا. طبعا السلطه الخضراء باينه ان هي السلطه الخضراء زي بتاعتنا عادي، بس متقطعه ايه بقى رفيع قوي. بصوا متقطعه رفيع قوي قوي زي السلطه بتاعت المطعم اللي هو بتاع الفول والطعميه. لا بصوا سلطه خضراء عادي، سلطه معاها برتقان، والغريب ان البرتقان طعمه حلو معاها. ايه ده بجد؟ انا الصراحه كنت هقول ايه ده، ازاي البرتقال ينزل مع سلطه؟ بس انا ما عنديش الثقافه دي، عشان ما حدش يقول بقى انت بتعيبي ومش تعيبي. انا ما اعرفش يعني، انا عمري ما عملت كده في البيت مثلا، بس طعمه حلو. هندوق سلطه حلوه. قولي سلطه حلوه، البرتقال حلوه. بصوا سلطه عاديه يعني، سلطه خضراء بتاعتنا وفيها جرجير. وشفتوا الطبق صح؟ يلا بينا هندوق بقى اللي بعده. اللي بعده مش هنفع غير بالعيش الصراحه. ايه ده بقى؟ لا مش عارفه. ده برضو بتنجان شكله، بس من غير الطحينه مشروم. بسم الله. جامد. احنا ما جيناش ليه من زمان هنا؟ مش عارفه. تعالى ندوق بقى. ده ايه ده؟ انا الصراحه البني ادم الوحيد دلوقتي اللي نفسي اجيبه هنا بابا. بابا هيفرح قوي بالمكان ده، لان بابا بيحب الاكلات دي. توميه. ده عنده بقى بتنجان بقى، اما تاخدي كده بالجنب كده. ماشي. بصوا هدول اللي هو المسقعه اهي. بصوا يا جماعه الاكل ده لذه من لذائذ الحياه الكبرى، واي حد عايز يعمل دايت في الزفير. شوف اكل حلو. طب دوقي هنا، دوقي هنا، دوقي هنا. بص دي حرقه، خدي بالك. هي دي مش عارفه اسمها ايه، قال لنا مش عارفه ايه، سوري كده. مش قال لنا حرقه، دي مش حرقه. جميله قوي بس حلوه. الواحد كان رهيب في الدوق. ناخد بقى ايه؟ لا وانا بقول الله بتأنيب الضمير. يا جماعه الاكل حلو قوي يعني، عارفه لو عامله دايت وجيت هنا مش هتقدر تجاوبني. قربنا يا بنتي بابا غنوج والطحينه ولا مش و لمعينا السلطات اكتر من الاطباق الاساسيه. احنا دي هناكلها مع الرز صح؟ حاساك شكلك جامد. تصدقوا التوميه طعمها حلو قوي؟ انا اول مره اكل توميه حلوه قوي كده. ندوق مع بعض. سبتها سبتها. جبنه جامده. بصوا دي جبنه مش اهي. اخواتنا العرب اللي مش عارفين المش ردوا على بعض في الكومنتات. جبنه قديمه. جبنه قديمه؟ ما عارفه بتعمل ازاي؟ انا لا اهو. احنا يا جماعه كل ده لسه في الطبق مش الرئيسي. الله المش ده حلو قوي، ينفع اخد منهم برطمان؟ كنت لسه هقول لك. طب اللي بعده. اهي الله. خدي ده البابا؟ اه ده البابا. اه هما كلهم الصراحة بابا قوي. بص ده البابا غنوج. بصوا هو يوم ملوش آخر. الطحينة. سلطات لا تنتهي. سلطات عندهم جامدة. تعالوا كلهم سلطات. حياتي ما بيبقاش الأكل مش قادر أفهم الجبنة الجامدة. لا يا مين ما عندوش اكل بقى، حمام بطاريه هبل بقى. انا ما كلمتش. ده هندق بقى. يلا ده هندق. ايه بقى ده اول حاجه؟ ده ايه؟ هو لسه كان فيه راح في ايه؟ خالص في بقك، نزل في بطنك خلاص. والله العظيم كلته؟ اه والله. بس احنا يا جماعه كنا مقررين ان احنا نقلل الاكل بقى ومش عارفه ايه وكده. المهم قولي ده ايه؟ ده مندي. ده مندي. مندي بال باللحمه. هناخد بقى من ال... من الصوص اللي هو بتاع المندي اصلا ده، وهنحط بقى عليه وندوق بقى. يلا يا بنتي احلى. وحاطين على فكره عليه مكسرات يعني. انا اول ما جربت. ولا يا بنت قربت تاخدها يا جماعه، اتفضلوا والله افتحوا بقكم. يلا بسم الله. في حساتك حساتك في بطني عماله جامد. بالزبيب تحفه. زبيب كمان. عارفين لو جايين ناكل عادي اقسم بالله ما كان نزل لنا ولا نوع سلطه. كل يا حبيبتي. جميل.
الظهر قطع لنا لحمه حمراء بقى لو جينا ناكل عادي من غير دايت يعني عشان احنا النهارده كنا مقررين صح صحيين من غير دايت وما كناش وفطرنا تفاح والله دول قطعت قلبي الله يا جماعه المندي الله تحفه يا جماعه انا ما بحبش اللحمه الضاني انا ما باكلش مكسرات بس بجد طعمها حلو في الرز احلى حاجه يا جماعه مصر كل محافظه فيها العجب مش ضاني دي دي معزه نيفه معزه المعزه احلى من الخروف على فكره تصدقي تحفه خدي يا بنت تحفه خدي طب انا قلت لك لازم لسه هندوق حاجات تانية يا لبنى ما ندوق تاني واحنا ورانا ايه يا بنت ورانا دايت كلها بصي انا قبل كده كان في معلومه ان اللي ياكل معلقه زي كان 10 يبقى اكل 10 انت بتعبت مكسره الاكل جامد اكدوا من فرتي جمالي ولاذ اذوبه نعم نجرب اللي بعده واحنا ليه ما كناش اكل بدوي طول حياتنا مش هاو از ماي هاو رد الطبق مرفوع الله الطبق كبير يا جماعه فعلا صح الطبق كبير وحجم واللحمه كتير طب دي بتاعتي طب ما تاخديك رغيف عشان عارفه انا اكلت كام رغيف انت لسه هتاكلي تاني رغيف بصوا المبكبكه يلا ندوق بقى بجد اهو بصوا يلا المبكبكه دي مالهاش صوص صح؟ ما خدتش معلقتي ولا لا معلقتي ظلمتك معلقتك ليه؟ بصوا المبكبكه بالايه؟ باللحمه الايه النيفه برضو؟ هي المبكبكه بايه؟ انا مش عارفه المبكبكه نزلت بلحمه ايه الصراحه المبكبكه باللحمه هي بلحمه بس مش عارفه لحمه ايه مكرونه بالصلصه هي باين ولا هي محمره؟ لا هي شكلها مسلوقه جوه الصلصه؟ مش عارفه بس هي جامدة صراحة يعني ودسمة عاملينها بالسمة عارفين ما تكتريش يومك بترمي كده الله هو احنا لازم نعمل دايت ما نعيش كده اللحمة دي ايه؟ أنا عارفة ده حتى الواحد يحرم نفسه ليه؟ في الآخر هنموت بردك كلنا واللي خاسس زي اللي مش خاسس بردك يعني خد ودي الطبق ده يا بنتي الله ما شاء الله حلو قوي يا جماعه والله طعمه كمان حلو هات لنا يا بنتي عشان نجيب الحميره يا كريم يا رب التحميره يا جماعه انت كده مش هتاكليه مش هتاكلي واحد تاني اما خلصوا بس الاول لبنى بتوزني على الرزيله ماشي يا ماما سامعه دي تحميره معرفش لحمه ايه ولحمه لحمه بالبصل لحمه كندوز عليها جميلة يا بنتي احلى من ولا بتعملهاش في البيت دي اماني بتعملها اماني بتعملها حلوه برده قوي الله الراجل ده مش زي اطفص اتنين في اليوتيوب ما تيجي نفتح مطعم لبنى ونسميه دلع كرشك لا احنا انا مش هعمل دايت مش هعمل دايت يا ماما لهوي ايه ده بقى احنا ناكل الطبق احنا بندوق يا بنتي بنعرف ان دي التحميره اللي كانت لحمه بصل بايه دي كانت تحميره لحمه ببصل وكده دي بقى كبده وقلب متحمرين برضو ببصل وفلفل انا لسه بغيب الاول عشان تعرفوا ان انا بصوا ملتزمه اكله مشهوره في مطروح مع اني ما بحبش القلب بس يلا انا بحب الكبده والقلب قوي بص انا جيت تحت نفسي حته قلب بس طعمها حلو لاني في الطبيعي ما باكلش الحاجه فيها لحمه لا ليه؟ دي استنفسها هيبقى رائع اصبروا 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 بص بص ما تروحوا انتوا بقى عشان ناكل يا لهوي خدي بقى حته الجبنه كده اهو قادره اوصف لكم مدى اللذه اللي احنا فيها خليكم بقى عشان تبقوا شاهدين على تخريب النهارده هات الرغيف التاني يا حبيبتي بصوا بصوا فساد فساد
الله يا جماعه انا مش عارفه اكل ولا اكل ايه من فرط اللذه. كده انت حبه رز بالمكسرات خديه قدامك افتحي بقك. انا بعشق الرز ده. انا هنام هنا في قريه ثانيه دي اول ما محمد يجي عشان كده كده يبقى متاح بالنسبه لي ان انا بوظ الدات اللي انا اصلا ما عملتوش. ببص حته الكبده وبصحى. على فكره انا عندي كبده في الدايت والله مش كده مش كده لسه. يا لهوي انا كده مش هخس يعني. فين العيش؟ في واحد حرام والله. واحد ايه ده حته والله حرام فيه. حرام تسيبيه فعلا اصل هيرموه. كلتي كام رغيف بالامانه؟ اربعه ما عدتش اربعه والله والله اقسم بالله ده الرابع. ده ربع رغيف لبنا كده اربع اربع ارغفه غير الرز اللي وما شاء الله الاكل كتير. الاكل كميته كبيره ما شاء الله. لا البابا تحفه البابا. بموت منها. انا مش عارفه اكلت ايه حراق في اخر حاجه. البتنجان ده حراق قوي. مالك صعب تاكل كل الحفره دي بتاعتك. ما تجيب لنا الميه اللي تشعلها. بصوا يا جماعه احنا ما كناش عاملين حسابنا اصلا ان احنا هنجي نصور الفيديو ده فعاملين ده ستاند عشان تعرفوا احنا بنتعب قد ايه. احنا خدنا المخدات ولا خدنا المخدات كلها رصيناها فوق بعض وتقلت المخدات بشنطه لبنى وحطيت الازازتين دول الستاند للكاميرا كده وسطهم. السلطات جننت البابا. بصوا يا جماعه السلطات. بصوا لبنى حطت السلطات قدامها صف ازاي. بصوا الاكل مش في سلطه هنا. اه بصوا خلصت الجبنه عشان كده رميتها بعيد. بصوا فات الحته في زبده بتاكلي من 100 كنت مسقعه ونفسك حته بابا. لا لا قولي تاني فاضل ايه. فاضل حته. فاضل حته صغيره. اه نفسي اكل كله. خلاص اجيب لك 10 ترغيفه تاني. لا 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 انا مش عايزه اعيش بقى. لا خلاص انا مش عايزه اعيش. لا هي دلوقتي يا جماعه قسمت اللقمه نصين. هتاكل حته بالمسقعه والحته التانيه تاكلها بايه؟ قسمتها حته تاني. هتاكل بابا غنوك وبتاكل حته. يا لهوي قسمتها حته رابع. طحينه ما تجيب رغيف صح. طب والحاجات دي مش تاكل منها؟ اي حاجات. اه هي ربنا حبت السلطات قوي بس خلاص الحمد لله من الدايت. عشان الدايت صح. اربع ارغفه يا لهوي دكتور معدتي اتقطعت كده النهارده. بس يا جماعه احنا كلنا خلاص بقى الاكل ده هنشيله. احنا كلنا على فكره اتكبسنا. لبنى كانت اربع ارغفه بجد والله العظيم. وانا اكلت كام؟ اثنين. انت اللي مديهم لي بايدك. انت اكلت اثنين بس؟ اه ده انت اكلت. طب ما ننتظر نسال نزلنا كام رغيف. لا لا خلاص اعترفي. انا اكلت اثنين والله وربنا اكلت اثنين. واحد وخدت الثاني بس ما خدتش ثاني. ما قلتليش هاتي واحد ثاني؟ لا والله اعرف انت اكلتي كام واحد. والله لا اكلت اثنين بس. اكتبوا في الكومنتات اكلت كام واحد. اكلت اثنين. مش انت اكلتي الاول؟ مش انت اكلتي كل الاولاني؟ كل الاولاني؟ اه وبعد كده قلت لي ايه ده الرغيف راح فين؟ قلت لك راح في بطنك. حرك عشان السلطات بتعوم في بطني. انا عايزه الف السلطات دي كلها. يلفها لك يلف لك سلطات. انا عايزه الفها سلطات. حلوه قوي. فين هي السلطات؟ فين السلطات؟ فين السلطات اللي هيلمها يا لبنى؟ يلا بينا يا جماعه نشوف هنعمل ايه تاني بعد كده ونكلمكم ونرجع لكم. بتاع التليفون بقى. وصل. بصوا يا جماعه بص بصوا الحلاوه. شايفين الكوبايه؟ ده الشاي الاحمر. بصوا يا جماعه بصوا ده اللي هو الشاي العادي صح؟ اه ده الاحمر. ده الشاي الاحمر يا جماعه. هو فيه سكر وكل حاجه صح؟ حلي اه. هو بيبقى معمول جاهز كده. شاي ايه؟ يعني ايه بقى زردة؟ شاي زردة. شاي زردة، يعني ايه بقى؟ شاي اخضر يعني؟ شاي ليبي، شاي زردة احمر واخضر. احمر واخضر مع بعض. عشان بيزرد على النار بس. اوكي يلا ندوق. حاجة تانية؟ لا تسلم تسلم، شكرا تسلم ايدك. هو اه هو كده مش سخن قوي. بصوا يلا. كوباية المفضلة لعلي.
كوبايات اصغر من كده نجيب. عندهم كمان كوبايات اصغر من كده. هو حلو بس انا بحب الشاي بسكر، بس هو طعمه جامد، مستوي قوي. مستوي قوي يعني اتغلى كتير على النار. انا بحب الشاي المغربي. اصبروا يا جماعه هدوق. انا بحبش الشاي اصلا بس هو طعم. انا هدوق وانا بوريكم لبنى. بسم الله. ما تيجي هاتي. حلو والله. انا الشاي الزرد عجبني اكتر. ينفع اخد البراد ده معايا بالليل في البيت؟ انا مش عارف على ايه اللي حصل. اعمل ايه بيبي؟ تعالي تعالي الشاي الزرد تعالي. هاي احلام. الشاي الزرد احلى صح؟ لسه ما دقتوش. طب يلا قصدي ان انا اخد البراد معايا البيت يعني. ما انتش براد حلو يا احلى. الشاي الزرد احلى من احمر. اوه وحش الضيط يعجبني. من كتر ما الشاي حلو انا عمري ما شربت شاي في حياتي. من كتر ما الشاي حلو اخده في الازازه. بصوا والله من كتر ما الشاي حلو اخده في الازازه. بصوا ده اللي مش الاحمر. بصوا بصوا ده الزرد. الله الزرد احمر على اخضر. طب ما نحط اللحم. لا 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 انا عايزه الزرد ده بس. على فكره يا جماعه بصوا والله شربت ثلاث كوبايات ولا كوبايتين باين. كوبايتين كوبايتين وقلت لبنى خلاص انا هاخده في الازازه. لا ما تغطوش عشان هو سخن يا شيخ. بصوا يا جماعه اهو خدناه خدنا الشاي من كتر ما الشاي حلو.